البداية أساسا هو كان مع والده ومرتبه واخدهم مني وضربني أساسا ومبهدلني وما بيدينيش مصاريف وكده وانا غضبان عندي بيت اهلي. كنت في مشوار وكده فاتصل بيا على ضابط المباحث وقال لي حضرتك والدة محمد تعالي. قلت له خير حضرتك في حاجة؟ قال لي ابنك في القصر العيني وعنده نزيف داخلي. فدخلت بقول للدكتور هو في ايه وعنده ايه؟ قال لي ده عنده نزيف داخلي وغير كسر في الرجلين وتشوهات. المهم ان هي دي حالة تعذيب. احنا لما رحنا القصر العيني لقينا حالته أسوأ من كده. احنا لولا هنا كمان العلاج ولقينا كل ده فرحنا القصر العيني حكونا على اللي هم عاملينه. مرات ابوه جابته وابوه وقاعدين حاطين الاكل وقاعدين بياكلوا هناك وسايبينهم مستقلين فيه. عشان كده الدكتورة كمان شكت فيهم من اللي هم عملوه. حتى الصور لما نزلت على النت كانت معذبة الناس كلها. ما فيش اب يعمل كده في ابنه. ما فيش اب يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه يعني. حسب الله ونعم الوكيل فيه وفي مرات ابوه لان احنا واثقين ومتاكدين. وكله يقول لك اصل هي اصل الواد كان بيعيط من كتر الزن فاحنا ضربناه. طب تضربيه توصليه لكده؟ ضربته على دماغه وبهدلته وهو خليته كمان خلت ابوه يقوم يضربه وبهدله وبقوا ماسكين السجاير يحرقوه ومبهدلينه مبهدلين جسمه ومبهدلين حتى جسمه كله من جوه. وما كانش ولا بياكل ولا بيشرب ولا حد بياكله ولا بيشربه عشان يموت. جاله جفاف العيل لغايه دلوقتي عنده جفاف. انا عايز اعرف عمله كده في ليه؟ ليه عملوا كده؟ يعني انت تعبان او انت تعبانه ومش عايزه تربيهم ابعثوا يكش حتى يروح تبع الاسم يقول انا مش عايز العيال دي وبعتوهم لامه. لكن حرام طفل زي ده يتعذب بالشكل ده. حرام حرام السجاير تطفى في جسم طفل. ليه يطفى في جسمه كل ده؟ ليه الهبده دي تيجي في دماغه كده والالم من كتر الضرب على وشه مزرق كل ده وخرم طبله ودنه؟ ليه رجلتك كسر رجلين؟ رجل نلحقها ورجل التانيه متجبسه. حرام والله ده مش عدل ربنا. لا احنا عايزين عدل ربنا. احنا عايزين عدل ربنا. هي عشان عاوزة تخلي ابوه ان تخلي العيل ده هو كو سنة وثمان شهور عاوزة تخليه باسمها هي. ما ينفعش. طب هو اسم العيل اساسا اللي متسجل ده مولود في مستشفى والكلام ده كله. كانت هي عاوزة تاخد العيل منها هي سبب ما حرماه منها. تيجي تقول له روح هات الواه. غيرانة اللي ما جابتش الواه. وبرضك بتاعت ان هي يعني ادعت ان هي حامل وحامل في ولد علشان خاطر ان هو المقاصد يجيب لها كل حاجه هي. قالت لي انت لو سبت يعني لو انت ما خدتيش عيالك وساعتي ان انت تاخدي عيالك من جوزك وكده انا مش هشيلهم ولا هربيهم. انا هعذبهم لك. هي قالتها ببقها. والله العظيم ثلاثه انا مش عارفه اقول لك. احنا جايبين له كفن جوه وحياه ربنا تاني جايبين له كفن جوه لان الدكاتره مش مطمنينها. هي بيقولوا لنا ان دي ايام بيعيشها لان لسه في تجلط دموي في دماغه لسه فيه. هم خرجوه لان مش عارفين يعملوا معاه اي حاجه.